السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس البلانينج باستخدام برنامج بريمافيرا بي 6. زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن المشروع اللي معانا عبارة عن مبنى مكون من 3 أدوار بلس روف، تمام. المبنى على مساحة 400 متر. السكوب اللي معانا شامل جميع الأعمال الداخلية والخارجية بما فيها أعمال الإلكتروميكانيكال، تمام. خلينا نبص بصة سريعة كده على الـ POQ ونشوف الـ items الخاصة بالمشروع اللي هنتناولها بإذن الله خلال فترة الكورس، وهنحول الـ items دي كلها لـ activities جوه برنامج البروموفيرا بإذن الله. أول division في الـ POQ هو بيبقى الـ general requirements، ده مش هنتطرق له لأن هو ما بيبقاش فيه حاجة تتوصف بفلوس او كده، وحسب طبيعة كل مشروع طبعا، لكن المشروع اللي معانا طبعا مشاريع سكني الجنرال ريكويرمنتس فيها ما بيبقاش فيها بنود متحمل عليها فلوس وكده. فاول ديفيجن معانا هنبدأ بيه ديفيجن 2. ديفيجن 2 عبارة عن الايرث ووركس، اعمال الحفر واعمال الردم، تمام، لا اكتر ولا اقل. بعد كده ديفيجن 3 عندنا اعمال الخرسانات بالكامل، بقى خرسانات عادية، خرسانات مسلحة، اعمال الهيكل بالكامل، تمام. ملحوظة برضو سريعة، الشغل السكني في الخليج عموما سواء في السعودية أو في الكويت أو كده ممكن يكون مختلف شوية عن الشغل في مصر، بمعنى إن احنا بيبقى عندنا أعمال السبستراكشر بيبقى فيها أعمال كتير شوية، يعني مثلا بنعمل قواعد عادية، قواعد مسلحة، بعد كده بنصب رقاب أعمدة، بعد ما بنصب رقاب الأعمدة بنعزل وبنردم على ليفل رقاب الأعمدة، وبعد كده بنصب فوق رقاب الأعمدة الجراوند بيمز او الجريد بيمز، تمام. بعد كده بنعزلها وبنردم تاني، وبعد كده نصب السلابون جريد، بعد السلابون جريد بنطلع بعمدة الدور الارضي. فاحنا عندنا معمعة شوية في شغل السبستراكشر بالذات في شغل الفلل. ممكن يكون النظام ده شائع في مصر حاليا، الله اعلم يعني، ولكن هنا ده النظام الشائع واللي ماشي في الخليج عموما، تمام. عندنا هنا الكوانتيتي خاص بكل ايتم، كوانتيتي يونت ريت واليونت برايس، سوري كوانتيتي واليونت واليونت ريت والتوتال برايس، تمام. بعد كده عندنا الديفيجن 4 هو اعمال الماسونري او البلوك وورك سواء داخلي او خارجي، تمام. الداخلي طبعا بيبقى البلوك العادي اللي هو الطابوق ال 20 في 40 سنتي، والخارجي بيبقى برضو بلوك بس ابيض بيبقى عازل للحرارة، عشان طبعا الحرارة عالية جدا في الكويت وفي دول الخليج كلها، الحرارة اعلى بكتير من مصر. فالطابوق اللي بيستخدم على الواجهات، طابوق يعني طوب، يعني في مصر هو الطوب، هنا في الكويت بنقول عليه طابوق، تمام. الطابوق المستخدم على الواجهات هنا بيبقى طابوق ابيض عازل للحرارة، عشان درجة الحرارة هنا في الصيف بتبقى عالية جدا، تمام. فهنا طبعا متوصف كل كمية وكل نوع، وان شاء الله لما ندخلهم في البرنامج مش هتفرق معانا كتير، احنا بندخلهم عباره عن نشاط واحد هو البلوك وورك، تمام. ديفيجن 5 عندنا ميتال ووركس، ميتال ووركس اللي هي اعمال الهاندريلز، سلالم بحاري مثلا، هو اعمال الميتال بشكل عام. ديفيجن 7 عندنا بعد كده اعمال العازل، تمام، سواء اعمال عازل الروف، اعمال عازل الحمامات، كلها شامله جميع التوصيفات بتاعتها، تمام. ديفيجن 8 عندنا اعمال الدورز ويندوز، سواء اعمال خشب، ابواب خشبيه، ابواب الومنيوم، عندنا الشبابيك طبعا كلها الومنيوم، تمام. فبرضو كلها متوصفه، طبعا متوصفه توصيف ممل شويه بالحبه يعني او بالعدد، تمام، بس احنا مش هندخلها في البرنامج بالشكل ده، احنا هندخلها عباره عن نشاط للدورز ونشاط للويندوز، او نشاط للالومنيوم ووركس ونشاط للودن دورز، تمام. بعد كده نخش على ديفيجن 9. ديفيجن 9 هو بيبقى اعمال التشطيبات بشكل عام، جميع اعمال التشطيبات جوه المشروع، تمام. اعمال بقى عندنا اعمال مثلا الاصباغ اللي هي الدهانات، يعني عندنا الارضيات، الفول سيلينج، الرخام، سلالم الرخام، طبعا كله متوصف، تمام. اعمال عندنا تاني الارضيات، السيراميك، البينتينجز، الاكسترنال بينتينج اللي هو المستخدم على الواجهات بره، تمام. ممكن يبقى سيجما، ممكن يبقى حاجه تانية غير السيجما، كله هنا بيبقى متوصف عندك في البي او كيو، تمام، بالكميه وباليونت ريت بتاعها والبرايس كمان.
بعد كده نخش على ديفيجن 10. عندنا الديفيجن 10 بيبقى السبيشالتس. عندنا هنا التويلتس اند باث اكسسوارز، هي كلها لمب سم مبلغ ب 2000 دينار، تمام؟ مش متوصفه، يعني مش مطلوب مننا يكون عندنا توصيف ليها، توصيف بالتفصيل يعني. ولكن هي طبعا بتبقى في المشاريع او في الشغل عموما بتبقى متوصفه بالتفصيل. بيبقى عندك مثلا كم خلاط، عدد كم خلاط، عدد كم حوض مثلا او كده، تمام؟ ولكن احنا مش هنتطرق اصلا، احنا بندخلها في البريمافيرا عباره عن اكتيفيتي واحد، تمام؟ بعد كده نخش على ديفيجن 15، اعمال الميكانيكال كلها، سواء اعمال الصحي، اعمال الصرف، اعمال التغذيه، اعمال التكييف، كل ده بيبقى ضمن اعمال الميكانيكال، تمام؟ عندنا ميكانيكال ورك جنرال، بلامينج، ووتر سبلاي، وبعد كده عندنا الدرينج، تمام؟ الدرينج وستورم ووتر سيستمز، يعني اعمال صرف المطري. وبعد كده في الاخر بيبقى عندنا الاتش فاك. طبعا المشروع اللي معانا النهارده ما كانش فيه اتش فاك، السكوب ما كانش فيه اتش فاك، ولكن احنا هندخلها ان شاء الله خلال الكورس. واحنا بندخل الانشطه هندخلها عباره عن اكتيفيتيز، وهنعرف ايه هي انشطه الاتش فاك، وهنعرف السيكونس بتاعها ماشي ازاي، وان شاء الله حتى هنفترض لها بادجت، وهتعامل معانا معامله باقي الايتمز يعني باذن الله. ما تقلقوش يعني من النقطه دي. بعد كده نخش على ديفيجن 16 اللي هي الاعمال الالكتريكال كلها، تمام؟ اعمال الالكتريكال طبعا يعني هنا هنلاقيها طبعا بالتفصيل برضو، كل حاجة بالحبة، كل حاجة بالعدد، ولكن احنا هنقسمها بعد كده ان شاء الله لاربع او خمس انشطة، بحيث ان الموضوع يكون سهل، وهنعرف تداخلهم مع انشطة الكونستراكشن السيفل العادية. وبإذن الله اي حاجة غامضة في اعمال الالكتروميكانيكال بالذات ان شاء الله هتوضح خلال واحنا بندخل الاكتيفيتيز وبنعمل لها السيكونس ان شاء الله، تمام؟ يعني دي كانت بصه سريعه كده على البي او كيو. ان شاء الله من اول المحاضره الجايه هنبدا نشتغل على البرنامج البرومافيرا، نبدا نكريت بقى البروجكت، ونبدا ندخل الاكتيفيتيز واحده واحده مع بعض، تمام؟ شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.